بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حلقة جديدة على قناتنا قناة اضطرابات تنظيم الذات. الحلقة هذه بعنوان معاناة شخصية أسبرجر في العلاقات الزوجية والعمل. موضوع جدا مهم وجدا شائك، والحقيقة مسلط عليه ضوء قليلا في كثير من الشانلز العربية والقنوات العربية بصورة عامة، وأيضا المهنيين الطبيين اطلاعاتهم جدا قليلة لأن موضوع جديد. شخصية أسبرجر هي موضوع جديد. الحقيقة متلازمة أسبرجر معروفة منذ القدم، إلا أن شخصية أسبرجر غير معروفة، إلا أننا نحاول أن نسلط الآن الضوء عليها. فتعالوا معنا مع هذه البداية الجديدة. بالنسبة لشخصية أسبرجر، الحقيقة هي تختلف عن متلازمة أسبرجر. متلازمة أسبرجر هي الحالات الشديدة من الصفات اللي راح نذكرها الآن لاحقاً، ولكن عندما يكون الشخص لديه القليل من تلك الصفات دون أن يحصل على ما يسمى بالسكور العالي اللي يشخص على أنه فيه متلازمة أسبرجر، يكون فيه قليل من تلك الصفات ولكن بصورة شمولية، ما يأخذ تشخيص أنه متلازم أسبرجر، لكن يكون شخصيته تسمى بشخصية أسبرجر. وقد يكون الشخص أيضا يملك قسم من تلك الصفات محدود ولكن بشدة عالية لا تكفي لدخوله في تشخيص متلازمة أسبرجر، فيكون أيضا لديه من متلازمة أسبرجر القليل من الصفات، فأيضا يقال أنه أيضا شخصية أسبرجر. فشخصية أسبرجر الأسماء اللي مطلقة عليها طبعا تيمنا بعالم ألماني معروف أنه أسبرجر، واللي اكتشف متلازمة أسبرجر سنة 1945. العالم اللي اكتشف متلازمة أسبرجر طبعا شخصها على الأطفال في البداية، وهؤلاء الأطفال فيهم مجموعة من الصفات في الغالب طبعا هي أو الحقيقة تلازم الطفل هذا للكبر. فمتلازمة أسبرجر ممكن تصيب الطفل، ممكن يتم اكتشافها لاحقا حتى عند البلوغ، لأنها عادة تلك الصفات تبقى مع الطفل دائمية. بالنسبة ليخصنا من الموضوع، نحن أخذنا جهة أخرى من متلازمة أسبرجر، أخذنا تلك الصفات اللي تكون القليل منها موجود بحيث تبني شخصية خاصة. يعني يستغرب البعض عن طبيعة تلك الشخصية لأنها لديها صعوبات تجمع في التعاملات الاجتماعية. فنحن الآن راح نعطي تفسير لتلك الصفات اللي غالبا ما نشوفها في بعض الأشخاص ويصعب علينا فهمها. الموضوع طبعا هذا أنه شخصية أسبرجر هي ليست شخصية مرضية ولا هي لديها شيء من الاضطرابات النفسية، إنما طريقة شخصية مختلفة عن العموم بطريقة تواصل الدماغ فيما بينه، فبالتالي ترى الحياة بمنظار فيه نوع من الاختلاف عن المنظار العادي، لكنها سليمة نفسيا ولديها نقاط قوة أيضا ولديها نقاط ضعف. في هذه الحلقة راح نركز على الصفات ونقاط القوة والضعف في نفس الآن، وراح نبدأ بنقاط الضعف لأن الحقيقة هي تفسر لنا الصعوبات التي تواجهها هذه الشخصية. فبالتالي راح يصير عندنا جهتين، الجهة الأولى هي نقاط الضعف والثانية نقاط القوة. الآن راح نعطي الصفات العامة للشخصية شخصية أسبرجر. الصفات العامة طبعا أي واحد راح يسمع هذه الصفات ممكن يشوف جزء من تلك الصفات موجودة في شخصيته أو شخصية من يعرف أو من يعلم أو قرين. طبعا إذا كانت تلك الصفات بعنوانها الشامل موجودة أو بدرجات خفيفة، فطبعا يكون التشخيص أنه هو أيضا شخصية أسبرجر. لكن إذا كانت موجودة يعني فرادة منها، فهذه طبعا صفات طبيعية عند البعض موجودة دون أن تعني أن الشخص لديه شخصية أسبرجر. لكن إذا كانت جزء من تلك الصفات قد تكون إلى الثلث من اللي راح نذكره الآن وفيها من الشدة الكثير، فطبعا له معاناة أيضا، قد يكون لديه شكل من شخصية أسبرجر. فالصفات الأولى حتى لا نطيل، نقدر نقول أول الجروب من الصفات يقع تحت عنوان الصعوبات الاجتماعية. شخصية أسبرجر في الغالب عندها محدودية في الأصدقاء، وطبعا هذا لا يعني أن الجميع، قد يكون لديه عدد جيد من الأصدقاء لكن لا يعمل علاقات حميمية قوية مع مجموعة منتخبة من الأصدقاء. قد يكون مشهور، لديه علاقات طويلة بسبب ظرفه أو طبيعته الأخرى، لكنه العلاقات الحميمية، العلاقات الجيدة اللي عادة تجعل الإنسان يمتلك ما لا يقل عن 4-5-7 أصدقاء، يكون من الصعب عليه أن تجد عليها كذا عدد من العلاقات على طبعا فترة طويلة.
ايضا حتى وان كانت لديه تلك المجموعه من الاصدقاء، لكن ادامه العلاقه مع تلك الاصدقاء تكون ايضا لديهم صعوبه، فغالبا ما ينقل، يعني بعد سنتين ثلاثه يعني يعمل مشكله او ينزعج من شيء ويقف وينسحب من العلاقه وهكذا، فيصير عنده صعوبه في ادامه العلاقات الاجتماعيه. طبعا منهم من يكون علاقه اجتماعيه او علاقات الاقرباء. ايضا هناك ابتعاد بالشمول عن المناسبات الاجتماعيه، بمعنى الحفلات، المناسبات، التجمعات البشريه تكون مزعجه بالنسبه لهؤلاء الشخصيه بصوره عامه، طبعا لانهم يعني يعتبرون العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الشخصيه هي عباره عن صداع، يعني يعانون كثيرا في ادامتها وفي فهم الاخر في التواصل معه، فيبتعدون عن تلك التجمعات. ايضا يميلون ايضا للعيش في عالم معزول، غالبا تجد غالبا في الغرفه الواحده، ما يتواصل مع العائله، قليل التواصل مع الصداقات، يعني يميل الى الجلوس في مكانات او الانسحاب او الاهتمام بشغلات فيها كثير من الشغف والابتعاد عن المحيط الاجتماعي. يواجه كثير من المصابين او الذين يشخصون على انهم شخصيات اسبرجر تاخر في الزواج، وصعوبات ايضا في ادامه العلاقات الزوجيه، وراح نذكر الان ما هي الاسباب خلف تاخر الزواج او خلف صعوبات ادامه الزواج. والحقيقه يعني لا يستغرب الكثير اذا احنا عرفنا انه قد تكون العنوسه او تاخر الزواج او العزوف عن الزواج عند الرجال او عن النساء قد يكون انه طباع الاسبرجريه او طباع شخصيه اسبرجر اللي تكون هي يعني ما تحب العلاقات الحميميه، ما تحب التواصل العميق، ما تحب تاخذ المسؤوليه المباشره الى الكثير من ذلك. ايضا الصعوبات ممكن الجروب الثاني هي الصعوبات اللي تقع ضمن عدم رغبه التغيير وحب الروتين. يعني في كثير من الصفات ممكن أن ذكرها لكن سيطول الوقت في ذلك، لكن نذكر منها على سبيل المثال صعوبات في تغيير المكان، يعني عادة من تصير يعني سفر أو تغيير في المكان أو تغيير في السكن أو تغيير في العمل، يعني يحسبون حساب شديد لهذا التغيير في هذه الشخصية، وبالتالي طبعا من يكون عنده قرين مختلف في النوع راح يجي الصعوبة في، لأنه قرين يريد أن يغير، يحب التغيير، فراح تعمل مشاكل هذه صعوبات التغيير وقبول التغيير سواء كان بالمكان أو حتى مثلا في الطعام في الأكل. أيضا صعوبات التغيير، يحب على نمط واحد من الطعام، أيضا يحب على مثلا يد طاهي معين أو مجموعة من الأكلات بعيدا عن مثلا تداخل طعامي مزعج كلش بالنسبة لهم، يعني غالبا ما تجدهم يعني نحسين في قضية اختيارات الطعام ومحدودية الأكلات، أو يصر على أنه إلا من فلان مطعم أو إلا من الأم أو إلا من الزوجة أو إلا من الصديق الفلاني. يعني قصدنا هناك عدم قبول للتغيير وهناك يعني تحديدات شديدة في قضية الطعام. هناك أيضا صعوبات في قضية الملابس، النمطية الملابس اللي تلبس غالبا أنه شكل طبيعي واحد، غالبا يميل أيضا لأن يكون قليل الضيق لأنه يتحسسون من الضيق، وما يكترثون كثيرا في موضوع المودة واللبس على المودة، وإنما يبقون على سياقات معينة اللي هم يحبوها وما يغيروها بسهولة. هذه كلها صعوبات تواجه. طبعا الجروب الثالث من الصعوبات احنا ما نستطيع الآن دخول لأنه عالم طويل هذا، لكنه ممكن نختصر أن صعوبات الحقيقة تحسسية. صعوبات التحسسية ممكن أيضا نجدها في صعوبات مثلا التعرض للضوء أو للصوت أو الحسية، طبعا منوعة، ولكن على سبيل المثال الحصر مثلا صعوبات النوم تحت وجود ضوء قليل ولو قليل، أو مثلا صعوبات مثلا يعني تجد مثلا غالبا ما تكون غلفت ظلماء في النوم عميق تحسس من أي ضوء، حتى أحدهم يذكر أنه يضع لاصقات حتى على الضوء اللي يخرج من المصباح الصغير على السويتش أو البلاك سويتش هذا، وبالتالي يتحسسون كثيرا من الضوء. أيضا ممكن يعني يتحسس من الإضاءة في البيت، تصير طبعا هذه سبب خلافي كبير غالبا نذكره لاحقا، يعني أنه يحب بعض أنه الإضاءة العالية والثاني يحب الإضاءة القليلة. هناك أيضا تحسس من قضية الأصوات، يعني الذهاب إلى مناطق فيها أصوات، أو غالبا يعني أن يكره الأصوات اللي غير محسوبة المفاجئة، وكثير من ذلك أيضا ممكن يطيل علينا الآن المقام
بأن ندخل في عمق. أيضا ممكن يصير التحسس في قضايا الملبس وذكرناها. الآن نحاول أن نركز على الأسباب اللي تعقد العلاقات الاجتماعية وخاصة الزوجية على اللي عندهم شخصية أسبرجر. الآن راح نتحدث عن أسباب المشاكل اللي يواجهها الشخص والمعاناة اللي يواجهها الشخص اللي عنده شخصية أسبرجر في العلاقات الزوجية أو في الصداقات أو في علاقات العمل. الحقيقة لدى شخصية أسبرجر كثير من المعاناة اللي إحنا ننصح بأنه الناس تتثقف فيها حتى تعرف أسبابها في أقل تقدير لمعرفة الأسباب ومحاولة أيضا وضع الحلول. نفس الوقت الإنسان من يعرف أنه هذه الطباع هي تخص شخصيته فرح يبدأ في أقل تقدير ابتعاد عن لوم الآخرين أو اتهامهم بأنهم مقصرين، وبالتالي ممكن نتخفف تلك المشاكل بدرجة أو بأخرى مع الوجود الأخصائيين اللي خاصة في العلوم السايكولوجي والعلوم النفسية، ممكن أنه يساعدون في معرفة كيفية تجاوز تلك الصعوبات. ولكن بصورة عامة على الأسباب اللي الآن نذكرها، أول سبب أنا أعتقده يعتبر الحقيقة متعب جدا في العلاقات الاجتماعية هي ما يسمى بالدقة والكمال، بالإنجليزي يسموه perfections، يعني الدقة الحقيقة والكمال. الدقة والكمال طبعا هي صورة من صور ما يسمى بالوسواس القهري بصورة أخرى، أو ما يسمى الشخص اللي يحاول أنه أن يعمل كل شيء بدقة، وبالتالي نلاحظ أنه العلاقات خاصة الزوجية عندما يملأها أو تملأها تلك الدقة والكمال يعاني الطرف الثاني إذا كان بشخصيته مختلفة، يعاني لأنه دائما يجب عليه أن يرجع الأشياء إلى مكانه بدقة متناهية، يعاني لأنه يفرض عليه أيضا يتحرك بطريقة بحيث يوازي الطقوس وما يقاطعها المقصودة من القرين الآخر، يعاني أيضا بسبب الدقة على النظافة بطريقة يعني قد هذه موجودة عن كثير من البيوت بحيث أنها تكون مهلكة، أن تنزع الملابس وطبعا أنت مثلا تغير أول ما تدخل، أنه ما تلمس فلان شيء، أنت قد تكون الآن ملوث، قد تكون كذا. هذه واحدة من الصور. أيضا الدقة بالمواعيد المتناهية التي قد تكون غير منطقية، يعني كل شيء يعني يزيد عن حد ينقلب ضده. طبعا هنا المبررات موجودة من الأطراف على أن الدقة يعني نافعة، ولكن يعني كثير من الناس يعرفون أنه الحياة إذا كانت بهذه الشدة ستكون يعني متعبة للطرف اللي غير قادر على الانضباط، وبالتالي تكون سبب في كثير من التشنجات العائلية والتوترات ودون أنه يفهم لها سبب، يعني تناسق الألوان، طريقة الجلسة، طريقة الطعام، تصفيط الأمور، كل شيء ممكن تدخل فيه الدقة وتسلب منا العفوية. طبعا هذا ليس ضد فكرة الكمال المنطقي اللي يكون موجود عند البعض، ولكن هذا ضد الكمال المرضي أو الحقيقة اللي هو متعب الذي يهلك الآخر. يعني الأطفال غالبا ما يكونون سبب في كثير من الفوضى في البيت، فتترك لهم مساحة ثم يعاد تنظيم مكانهم، لكن غالبا ما تكون يعني هذه الشخصيات ملحة على عدم جعل المكان فوضى، وبالتالي تحرم الأطفال يعني تلك الساعات من الراحة والفرفشة بسبب الرغبة في الدقة والكمال. طبعا هذه مشكلة كبيرة في العلاقات الاجتماعية، قد تكون طبعا في بعض الأحيان إيجابية للبعض خاصة عندما يكون المقام بأننا نحن بحاجة لتلك الدقة، ولكن إذا مسحت تلك الدقة والكمال والوسوسة والرغبة بأنه الأمور تمشي على المرام، عندما تمسح الحياة فتأكيد يعني تفقد الإنسان مرونته في أن يعيش بصورة سليمة سعيدة مع الآخرين، أن يفتح مع الآخرين علاقات فيها نوع من الاسترخاء، فيها نوع من العفوية، لكنه في الغالب تكون تلك الصفة يعني الحقيقة منفرة في العلاقات ومتعبة. وهذا ليس الحقيقة ضد المجموعة من الأشخاص الذين يملكون الدقة والكمال بوحدها، لكن إذا جاءتها أمور أخرى تكملية سنذكرها الآن أكيد ستكون فيها تعب آخر. الصفة الثانية هي التملكية. التملكية الحقيقة عند شخصية أسبرجر عالية جدا، طبعا فيها درجات أكيد، لكن أسباب فكرة التملكية عن شخصية أسبرجر أنه حتى أنت تستطيع أنه تعتقد بأن الملكية هذه قد تكون شائعة
يعني أن يكون هذا بينك وبين الزوج، هذا لك حق وللزوج حق، هذا لك وللابن مثلا، هذا لك وللناس الآخرين. السيارة ممكن أنه تستأجر من الآخر، تعار إلى الآخر إذا كان في حاجة ضرورية بسبب علاقة حميمية بينه وبين الجار. الحاجة اللي يطلبها الجار ممكن أن تؤخر بعض الأيام بسبب أنه تأخر نسيان، هذا شيء ما درج عليه العرف العام. لكن الشخصية التملكية لا تستطيع تقبل تلك الخروقات في قضية الملكية. السبب الرئيسي الحقيقة صعوبات الخيال الموجودة عند شخصية أسبرجر، تجعل الشخص اللي هو من هذا النوع من الشخصية يصعب عليه إعطاء الآخرين الحق في أنه يؤخرون حاجته أو يشاركوه في شيء. وبالتالي شخصية أسبرجر غالبا لديها تملكية عالية، ممكن أن تعرض نفسها بطرق مختلفة، مثلا عندما يطلب منها شيء حتى لو كان بسيط إلا تسترجعه. مثلا إذا أحد طلب منها شيء غالبا ترفض أنه تعيره إلا بأسباب قصوى من الحاجة. مثلا تحاول أن تمارس دور على الآخرين مثلا إذا يخصوها، سواء أصدقاء أو أزواج أو أولاد أو أقرباء، صورة من صورة التملك. يعني لا يسمح لهم بأن يسوون علاقات بدون الموافقة، لا يسمح لهم أن يفعلون أشياء بدون الموافقة، وبالتالي الحقيقة تفرض على الآخرين كثير من الأمور التي تؤدي بالنتيجة إلى كثير من التنافر في العلاقات، وهذا أيضا واحد من أسباب ضعف العلاقات الاجتماعية لدى شخصية أسبرجر. لأنه في الغالب التملكية تكون مؤلمة للآخر، الإنسان يجب أن يكون حر في قراراته حتى وإن كان زوج أو كان ابن، لكن شخصية أسبرجر لا تستطيع أن تستوعب تلك الحرية وتلك المرونة عند هؤلاء الشخصية وعند هؤلاء الناس. النقطة الثالثة في معاناة شخصية أسبرجر هي سوء الفهم المكرر. الحقيقة سوء الفهم المكرر موضوع جدا طويل وشائع في شخصية أسبرجر، مربوط جدا مع قصة لها علاقة بصعوبات فهم التواصل غير اللغوي. بمعنى أنا حتى أفهمك زين علي أن أفهم ليس فقط لغتك، علي أن أفهم حركة جسدك، علي أن أفهم تعابير وجهك، علي أن أفهم أنه لكنة لسانك، علي أفهم أنه إشاراتك اللي أنت تستخدمها خاصة. على سبيل المثال غالبا شخصية أسبرجر لا تستطيع أن تفهم الهزل الشائع إلا الهزل المعروف. يعني إذا كان أحد الأطراف مثلا في علاقة يكون غير شخصية أسبرجر وأراد أن يمزح مزاح، غالبا ما يأخذ الشخصية أسبرجر على محمل الجد، لا يستطيع أن يعمم فكرة المزاح على المواقف المختلفة، لا يستطيع أن تكون لديه المرونة في الانتقال من الجد للمزاح، وبالتالي يحاول أنه يفرض أنه جدية في الجدل، وعندما يعني يضاف له هزل غالبا ما يجد صعوبة في فهمه، وبالتالي يبدأ في الانزعاج باعتبار أنه خرج الموضوع عن الجدية، لأن هي الجدية الحقيقة قد ينتابها مواقف من الجدل من الهزل. الموضوع شائك أيضا بقضية سوء الفهم مكرر، أيضا في قضايا مثلا أنه غالبا شخصية أسبرجر تحب أنه تخبر مسبقا عن التغيرات، وبالتالي عندما تفاجئها تنزعج، وبالتالي عندما تنزعج ممكن أنه تعمل مشكلة، وإذا أحملت مشكلة لا تستطيع أن تخبرك بأن المشكلة سببها المفاجأة، إنما تجد مبررات أخرى. فسوء الفهم مكرر بعدة جوانب، يعني على سبيل المثال أيضا الفهم النصي للأمور، يعني عادة شخصية أسبرجر ليست لديها القدرة على قراءة الأمور الرمادية، الحياة عندها ما أسود أو أبيض، وبالتالي إن أردت شيء وطبعا أنا طلبت مني حاجة أنا راح أسويها الحاجة، لكن أنا كقياس مع هذه الحاجة منطقيا أنا أجد حاجة أخرى، أنا ما أفعل هاي الحاجة إذا ما تطلبها مني. يعني على سبيل المثال أنت تعرفني أنا محتاج من السوق مثلا صابون، وأنا أكلفك أنه تروح تجيب لي صابون، وأنت تعرف أنا سابقا كنت محتاج حاجة أخرى وتعلم بها، بس تروح تجيب بس الصابون، وأنت تعرف جدا أنه أنا محتاج اللغة لأنك ما كلفتك فيها. فهذه الأمور لأن المهمة كانت فقط من أجل أن تجيب هذه الصابون، العمل الانتقال القياسات الأخرى عند الشخصية العادية غير موجودة عند شخصية أسبرجر. هناك بعض النصية، يعني طبعا هذا ليس الجميع وليس بالدرجات، قد يكون هناك من يفهم الأمور الرمادية الخفيفة، لكن بمعنى قد يكون الأسود والأبيض حاد جدا في بعض الشخصيات، وقد يكون فيه بعض الرمادي لكن ليست بشدة الشخصيات العادية.
النقطة الرابعة، طبعا احنا تكلمنا الان ضمن هي النصية وعدم التعميم، يعني يصعب على شخصية اسبرجر ان تعمم افكار معينة على بالقياس على افكار اخرى، يعني فبالغالب تحتاج غالبا اعادة الاستشارة واخذ الاذن، وغالبا ما يتم هناك تعب. يعني على سبيل المثال عندما تكون الزوجة معك وانت تعطيها كل الحرية في الصرف مثلا، او العكس صحيح، فتجدها كلما تريد أن تأخذ تستأذنك، كلما تريد أن الدرهم والمية عندها واحد. طبعا هذه صورة من صورة التعامل المتعب، قد تجد أن هناك حرج في أن تأخذ منك، لأن المال مربوط بالقضايا. بس أنت بس مستوى العلاقة حتى عندما يعبر مستويات عالية تبقى شخصية أسبرجر تستأذن، وهذا يقاس على أمور كثيرة. يصعب على شخصية أسبرجر تعميم العلاقات، وعندما تأخذ مساحة من المشاعر وإعطائها وتعميمها على العلاقات، وبالتالي ستبقى كثير من العلاقة على المستوى الرسمي وإن كانت عميقة أو طويلة، وبالتالي تؤخر عملية الاندماج. صور كثيرة من صعوبات شخصية أسبرجر قد تجدها، يمكن هنا نقدر نذكر بعضها لكن أكيد راح يفوتنا الكثير. الصفة الأخرى هي التصلب بالرأي وعدم المرونة. حقيقة هذه وراءها كثير من التفسيرات، غالبا شخصية أسبرجر تتصلب في آرائها، ترى نفسها هي الرأي الصحيح، الآخرين غالبا خاطئين، صعب أنه تخطئ نفسها، صعب أن تعترف بأنها كانت مخطئة. وطبعا الاعتراف بالخطأ مربوط بعدة أمور، أيضا قضية الأسود والأبيض، فأنا أما صح وإذا طلعت غلط معناها أنا مو زين، فما أقدر أني أقول أني غلط، بينما أنه الشخصية العادية تعرف أنه ممكن الإنسان يغلط، وإذا غلط فهو إنسان وكلنا أيضا نخطأ. شخصية أسبرجر في الغالب أيضا ممكن أنه تعمم هذا الشيء على العلاقات، يعني العلاقة طيبة لكن خطأ واحد قد يكون بسيط غلقت مع العلاقة وانتهت بدون أن تكترث لعمق العلاقة القديم أو لقيمة هذا الغلط بالنسبة ما فعل الشخص، لأن تقيس الأشياء بمقياس واحد أنه هذا الخطأ كان بالنسبة للمهمة كبير، لكن في الغالب يجب أن تعمم هل هذا الغلط بالنسبة لما فعله الشخص كبير. معروفة أنه الكلام اللي يقال أنه من أجل عين ألف عين تكرم، فنفس الشيء بالقياس، من أجل أنه تمشي لإنسان لديك علاقة كبيرة غالبا أن ترى مجمل إنتاجه في علاقته معك، مساحة الزمن تقضيها، فبالتالي القياسات هنا موجودة، فراح تؤدي إلى التصلب. التصلب وراء كثير من الصفات، أيضا قضية الدقة والوسواس لها علاقة في التصلب، أنا أريد أن أعمل ما أريد مهما تكون الظروف، فبالتالي لدي مشاعر إنجازية ممكن أن تفرض على الآخرين بالقوة حتى وإن كانوا ينزعجون. إذن التصلب وراء كثير من الصفات، ولكن بصورة عامة تجد التصلب في الرأي، التصلب في التصرف، التصلب أيضا في قضية عدم الاعتراف بالخطأ. أيضا النقطة السادسة الانغلاق الاجتماعي وعدم الرغبة بالتداخل مع الآخرين، خاصة فيما يخص ربما العلاقات الاجتماعية اللي تخص الأقرباء. أو طبعا الانغلاق الاجتماعي يكون سبب في أيضا في 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 فشل العلاقات بعض الأحيان، مثلا يكون بعض الأطراف مثلا الزوجة كلش حميمية مع العائلة، والزوج من النوع اللي يحب الانقلاب، أو العكس طبعا ممكن يكون أيضا موجود. الشخص اللي يحب الانقلاب وعدم الانفتاح، طبعا شخصية أسبرجر ما تحب هكذا علاقات اجتماعية، طبعا الثاني سيعاني، يريد أن يخلطها مع أقربائه، يريد أن يخلطها مع أصدقائه، يريد أن يسوي علاقات، لأن هو قرين يعني، أو هو طبعا هذا من يكون شخص ابن أو صديق الحرية موجودة في المساحة، لكن عندما يكون القرين يعني قرين زوج ستكون مشكلة كبيرة، لأنه لا توجد خيارات، أما أن نمشي سوا أو نفترق، فبالتالي الفرض هنا يعني يعقد الأمور في العلاقة. أنا أريدك أن تفتح العلاقة مع أخواني مع أخواتي، وأنت ما تقبل، أنت تريد فقط أنه تجلس في البيت، أو تريد عندك محدودين العلاقات، أنت ما تحب هذا، وبالتالي ستحصل هناك كثير من الاختناقات العائلية والمشاكل، ويبدأ طبعا الإنسان يتحجج وتكبر الأمور، فيجب الانتباه على ذلك. والمشكلة الأخرى هي القساوة والشدة، مع الأسف كثير من شخصية أسبرجر يتهمون بأنهم قاسين أو شديدين، الحقيقة هم لديهم كثير من المشاعر، لديهم كثير من الحميمية مع الناس، إذا أحد أوصاهم بشيء اللي يجيبوه، إذا شافوا أحد محتاج شيء يحاولون يساعدوه، لكن الموضوع القساوة والشدة يلاحظ عليهم بطريقة خاطئة،
عندما تحصل مشاكل، يعني هم يجدون صعوبة في معالجة المشاعر، في وصف المشاعر، في التداخل المشاعري مع الآخرين. بعض مرات يأتيك شخص معين مثلاً ولديه مصاب، أو لديه من يكلمك عن قصة، أو يصل خبر سيء، أو يعني يجد صعب أنه شخصية أسبرجر أن يتفاعل مشاعرياً في الآن مع الحدث، ولكنه يعني إذا وصل خبر عن شخص مثلا وفاة أو أزمة أو كذا، شوفه بعض مرات أما يكون عادي أو حتى نبات يبتسم، ما يقدر يشارك الموضوع معك، لكنه هو إذا الأمام الموضوع يتفاعل ويحاول ينفع ويحاول يساعد، بمعنى هو يعني يتعامل مع الواقع، إنه إن كان لديه دور فهو سيعمله، لكن إن كان الخبر جاء عبر الهاتف فراح يكون تفاعل قليل، لأن هم يجدون صعوبة في إبداء المشاعر للآخرين وفي معالجة الأمور التي لها علاقة بالمشاعر. أيضا بعض المرات بسبب شدتهم وإصرارهم على آرائهم وانفعالهم الشديد، ويعني يصفون بأنهم شديدين في التعامل. الصفة الثامنة هي اللي يواجهها كثير من شخصية أسبرجر، هي صعوبة تنبؤ رد فعلهم. طبعا تنبؤ رد الفعل له علاقة بقدرتك على أنه تفهم الآخر، أن تتوقع رد فعله من خلال شخصيته السابقة. شخصية أسبرجر في الغالب لديها مواقف مختلفة لها علاقة بمزاجيتهم، ظروفهم الخاصة، شعورهم الخاص، أيضا وجود مشتتات، وجود أشخاص غير يرغبون فيهم، فمن الصعوبة أن تجد أن تحسب لهم حساب في برنامجك، وبالتالي تجد صعوبة في أن ترضيهم، تجد صعوبة بأنه تأمن معهم بعلاقة مستديمة. يجب أن تكون أنت المتساهل، يجب أنت المهتم، وبالتالي العلاقة الطويلة الحقيقة قد تهلك القرين حتى يستطيع أن يديم تلك العلاقة. أيضا هناك صعوبة معالجة المشاعر ذكرناها، والانفعال السريع. غالبا يصاب بشخصية أسبرجر تجد دائما هادئ قليل الكلام، ولكن عندما تضع في ظرف معين مزعج يعني ينفعل ويتكلم كلام الحقيقة في الغالب لا يكترث للآخرين، وينفعل بشدة ويتبدي عليه الضجر. وبعض مرة طبعا بعض الأشخاص يصير عندهم انفعالات هستيرية إذا صارت ظروف ما يحبوها، واجبروا على أنه يكونون في مواقف ما يحبوها، وبالتالي هذه نقطة الانفعال السريع وعدم القدرة على السيطرة على المشاعر لها صور كثيرة، من ضمنها أنه ما يعرفون أنه إذا يحبون واحد أو يهتمون به ما يعرفون يوصفوا له هذه المشاعر، ما يعرفون يبينون أنه هم يحبوا، وبالتالي تشكي أيضا الزوجة أو الزوج بأن الطرف الثاني ما يعطيها اهتمام، ما يعطيها، ما يبادلها المشاعر، ما يهتم بها، وبسبب عدم قدرة الطرف الثاني على أنه يفرز تلك المشاعر بصيغة مفهومة. أيضا النقاط الكثيرة تسبب مشاكل في شخصية أسبرجر التحسسات، قلناها يعني مثلا تحسسات من الضوء، تجد أحد الأطراف يحاول أنه يطفي الضوء والثاني يشعل، واحد يحب الضوء القليل، واحد يحب الضوء الأصوات العالية، الشخص يحب أنه دائما يعلي المذياع، يعلي التلفزيون، يريد يسمعه الآخر، جدا ينفعل عندما تكون، فبالتالي تجعلها سبب أنه يجلسوا في مكانات مختلفة. طبعا الذوقية ومشاكلها في الطعام ذكرناها سابقا، غالبا ما تجد صعوبة في قضية إقناع شخص في شخصية أسبرجر بأن يأكل أكل طبيعي مثل سياقات العائلة أو مع الأصدقاء، له خصوصية، ما أريد به لحم، ما أريد به فلان شيء، ما أريد به فلان شيء، لا تخلي لي فلان شيء، لا تخلي شيء، طبعا محددات كثيرة كثيرة تكون لها علاقة. الآن نذكر النقطة الثانية، نقاط القوة، يعني مثل ما ذكرنا في البداية نقاط الضعف، الآن نذكر نقاط القوة. الحقيقة نقاط القوة في شخصية أسبرجر ليست قليلة أبدا، وقد تكون أكثر من نقاط الضعف، وذكرناها هنا لأنه حتى نفهم شخصية أسبرجر بأن ليس كل ما فيه صعب، فيه كثير من الإيجابيات. بمجرد أن تعرف نفسك راح تستطيع أن تستخدم هذه النقاط القوة حتى تكون أنت منتج، حتى تعادل صعوباتك الأخرى، حتى تستطيع أن تكون أنت في علاقاتك الاجتماعية وفي حياتك أكثر استقرار. أول وحدة طبعا الذكاء العالي، يعني يجب أنه يعني هنا نعترف أن كثير من شخصية أسبرجر يملكون مهارات عالية، وأيضا ماخذين شهادات عالية، ولديهم أيضا مقام مرفوع في الرياضيات، في الفيزياء،
في أيضا الطب، فكثير من شخصيات أسبرجر لديهم مواقع وشهادات عالية ولهم إبداعات علمية بسبب ذكائهم العالي، وأيضا ذاكرتهم القوية الحقيقة مهمة جدا. كثير من الزيجات مع أن يكون الشخص يعني ناسي ما يهتم، ما مثلا الزوجة هي اللي شيلة، هي تندل الطرق، هي تعرف تحل مشاكل، هي تفهم بالإنجليزي، هي تحل المراسلات، هي وبتكون الحقيقة الإيد اليمين للزوج، وإن كانت فيها بعض الصعوبات لكن ذاكرتها القوية وذكائها نقاط جدا مهمة، وممكن تكون مصدر دخل العائلة طبعا إن كان الزوج أو الزوجة بسبب وجود تلك القوة أيضا، وأيضا المقام الاجتماعي اللي ممكن أن يكون مع تلك الذاكرة القوية وهذا الذكاء. النقطة الثالثة هي الصدق والأمانة. طبعا الأمانة والصدق يعني صفات قليل تجدها في المجتمع، لكن غالبا شخصية أسبرجر مؤتمنة تستطيع أن تعطيها المبالغ ولا تجيك مشاعر الشك بهؤلاء. هؤلاء يمشون بطريق واضح وعدل ولا يلتفون ولا يعني يخونون الأمانات، وبالتالي طبعا هذه مهمة في العلاقات الزوجية، أنه الأمانة بمعناها الشامل، سواء في حفظ البيت، سواء في حفظ الأولاد، في حفظ المال، في حفظ العرض، هذه مهمة جدا، وبالتالي هذه نقصة كلش مهمة في العلاقات. أيضا بنفس الوقت حتى الرجال اللي فيهم هذه الشخصية يكونون كثيري الولاء لزوجاتهم، كثيري الأمانة في العمل، وبالتالي تسند لهم مهام بسبب أمانتهم وصدقهم ووضوحهم وعدم وجود الكذب فيهم، وعدم وجود أيضا ما يسمى بالدبلوماسية الملونة اللي غالبا ما تكون وراء عمليات الغش والسرقات، وبالتالي هذه نقطة كلش إيجابية موجودة، وهي نقطة أيضا رئيسية في أنه يعني يعملون في مكانات مهمة بسبب ذكائهم وصدقهم وأمانتهم. طبعا الولاء للأشخاص والشركات، الولاء طبعا يعتبرون هؤلاء ناس بسبب صفاتهم بأنهم عندهم يسود يبيض، أن صغائر الأمور تكون فيها معاني الخيانة بالنسبة لهم، وبالتالي عندما يعمل لشركة يجد من الصعب جدا عليه أنه يعطي معلومة لشركة منافسة، أن يتكلم، أن يفتح علاقة، فبالتالي تجده كثير الولاء للمكان يعمل فيه. وهذا الشيء يقاس أيضا للزوجة، كثيرة الولاء لبيتها، كثيرة الولاء لمصالح لزوجها، غالبا ما تدافع عنه في ظاهر الغيب، تقاتل بأنها بولائها، وبالتالي يجد أيضا الزوج بهذا الجانب مفخر له. وأيضا النقطة السادسة اللي ممكن نضيفها هي الأداء الدقيق والحرص الشديد على إنهاء المهام، هذه نقطة كلش قوية خاصة في العمل وأيضا في العلاقات الزوجية، عندما تسند مهمة يتممها للآخر وعلى أجمل وجه، وبالتالي هذه أيضا صفة قد تكون هي السبب الإبداع في شخصية أسبرجر اللي موجودة. غالبا ما يكونون في العمل إن كان يعني لا توجد فيهم منغصات كبيرة ويستطيعون أن يديمون، أو كان رب العمل متفاهم لتلك الشخصية راح يطلع منها الكثير الكثير دون أن يعني أن يخالفها الرأي في بعض الأمور، ولكن لأن المهام التي تعطى لهم غالبا ما يتم إنهائها وبدقة وبحرص وبسرعة، رغبة الكمال هذه اللي موجودة كانت في البداية مشكلة هنا أصبحت إيجابية. أيضا عندهم الإبداع الخاص، كثير من شخصية أسبرجر لديهم بسبب تحسسهم العالي للصوت وللضوء والذوق قد يبدعون في تلك التحسسات، بالإضافة لذكائهم وأمانتهم من تنجم هذه الصفات تجدهم مثلا قد يكون رسام مبدع، قد يكون موسيقار رهيب، مصور كبير، لديه أيضا رغبة باللغة، تجده مثلا صحفي مبدع، فبالتالي هناك تخصصات دقيقة بسبب شخصية أسبرجر أخذت طابع الإبداع. أيضا النقطة الأخرى الإيجابية احترام الناس، عندهم كثير من الاحترام للآخر والرغبة بأنه يعملون للآخر ما يطلب منهم، وأيضا يرضون الآخر، طبعا هذه موجودة، وعندما يعني يطلب منهم شيء غالبا يحبون أن يتمموا، هذه أيضا نقطة إيجابية. الرغبة في إسعاد الآخرين ونيل رضاهم صفة موجودة في الأسبرجر، وأيضا لها علاقة بسبب يعني الوهواس، يعني أنا عندما تسند إلي مهمة ألا أكملها، فعندما يأتيني جار يطلب مني أشعر بأنها مسؤولية لازم أكملها، هذا الشعور يكون إيجابي، وبالتالي إذا عرفت الشخصية وعرف السبب استطعنا أن نتعامل مع هذا الشخص وأن نتعامل مع أنفسنا حتى نفهمها. أيضا لديهم كثير من الحرص في البيت أو في المنزل أو في العمل على الحاجات،
وغالبا ما يحافظون على الحاجات من التلف، حريصين على إرجاع الحاجات في مكانها. أيضا لديهم مثلا رغبة في أنه تبقى الحاجات لفترات طويلة وعدم إتلافها، لأنه يحبون أن يحتفظون بالعادة. تجد بعض الملابس يتوارثوها وما يضعون شيء إلا بمكانه. هذه طبعا رغبة الكمال الموجودة عندما أيضا تترجم في الحاجات المنزلية أو حاجات العمل، غالبا ما تحافظ على المكان. أعتقد غطينا جزء جيد جدا من قضية أسبرجر ونقاط الضعف والقوة فيها. انتظرونا مرة ثانية في حلقات جديدة من اضطرابات تنظيم الذات من أجل وعي نفسي شامل، وشكرا لإعجاباتكم. مع السلامة.